النبي يا صديقي يا اختي ما كان له لازمه الكلام اللي انت جايباه ده. فضلت خيرك يا استاذ طارق. وده ايه ده؟ شويه بطاطس على رز على حتتين لحم. طب ما كنت تخلي كل ده يبقى بطاطس. عينيا يا حبيبتي المره الجايه. وده ايه ده مرقوده ولا ايه؟ برتقان. برتقان ايوه. ايوه. انت عارف يا صديقي؟ انت عارف يا بنت؟ والنبي انا جيت من لحظه كده شكيت ان انت مش شركه معاهم. يا لهوي يا استاذ طارق. بس ما تاخذنيش حقك عليا، انا عارفه ان انا اتاخرت عليك، بس والله غصب عني ظروف. ده وده اللي عملت ده، انا كمان رجلي وجعتني من كتر الزيارات اللي بتجيني. طب انت عارفه ان لسه اولاد جد ابن عمي ثم جدتي كانوا لسه جايين من كسفاريت، جم من كسفاريت قد ايه عشان خاطر يشوفوني. والله فيهم الخير. اه والله انا مش عارفه مين اللي قدهم اللي انا من السجن. انا عايز اغير مكاني بقى، اطلب نقلي من هنا. الله 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 الله. ما احنا تمام اهو، بيجي لنا ناس حلوين وزياره. عايز ازيك يا اخلاص؟ اهلا يا ست قطاعه. عامل ايه يا حبيبتي؟ العافيه ست الكل. الله يعافيك يا حبيبتي. اخلاص. اهلا يا ست اخلاص، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا. امال انت اسمك ايه؟ انا سنيه. ايوه دي سنيه. دي سنيه، تسلم لجيك يا ست سنيه. الله يسلمك. وحياتك يا حبيبتي، كنت قلقانه عليها لاني من ساعه ما جت هنا الا ما حد زارها ولا حد جالها نهائي، فعشان كده عماله ادور عليها وقلبي واجعني. والنبي ايه اللي بتبقى نايمه ما بتشوفش الناس اللي بتيجي تزورني؟ انت هتوصيني عليها يا استخلاص؟ ده هي اللي مربياني من صغري وخيرها عليا. خلاص يا بنت بقى مربياني، انت هتكبريني ولا ايه؟ ده نصب منك يا بنت. دي عتاتا دي ست الكل، والنبي ده انا بحبها حب ربنا اللي يعلم. انت والنبي من القلب من القلب تعيشي، والنبي طيبه يا خلاص دي طيبه. طب يا حبيبتي بقى ما تاخذونيش اني كده قطعت عليكم الزياره. عايزه مني حاجه؟ هاتي سيجاره. سيجارة؟ يلا يا بنتي بقى هاتي اتحركي يلا. خدي خدي يا حبيبتي. تسلم ايدك. عن اذنك. وداني يا حبيبتي. بنت حلال والله يا ست دي، تكبر الدم لما تلونك. اسمعيني بقى استقطتها كويس. ايوه. يا استقطتها انا متاكده من براءتك، ربنا ينتقم منه فاروق الكلب ده اللي رماك الرميه دي وخلع. انا كنت بشوفك بعناية دول بتسلمي له فلوس الناس الغلابه، وقلت كده في التحقيق. بس انت عارفه يا استقطتها ما حدش بيصدق الغلابه اللي زينا. ايوه يا حبيبتي. قطع قطع وقطع اسمه. انت عارفه انا كنت اللي شغلني دلوقتي ايه؟ حقوق الناس اللي ضاعت دي، ولاد لما اخرج ان شاء الله كده اذا كان ليا عمر ارجعها ان شاء الله للناس دي. ليه؟ هو انت اللي خدتيهم وانت مالك؟ هو اللي لازم يعمل كده. ايوه. طب ويا بنت الناس ذنبها ايه انها تتدبس في قلب حاجه انا السبب فيها؟ انا ارجع الحاجات دي ان شاء الله. انا قولي لي يا بنت يا سيدي، هي مين المره اللي كانت واقفه معانا هنا دي؟ دي الست اخلاص. اخلاص مين؟ اخلاص اللي اديتك السيجاره معاكي في السجن هنا. ما هو انا اقول السيجاره دي جايلك دي منين؟ ما يكبر. طب ما تجيبي سيجارة. معيش، ما جبتش المرة دي. هتجيبي لي المرة الجاية السوبر. عينيا يا حبيبتي عينيا. كليوباترا ماشي. يلا بقى عشان أنا عايز أنام. دلوقتي مش هتاكلي؟ قال اللي بيتكلم مجنون، المستمع عاقل ولا إيه؟ دي واحدة يا حبيبي عدت على تحقيقات نيابة وعلى حكم محكمة وعلى حاجات كتير قوي. نرمي ده كله بقى إحنا ورا ظهرنا. ونمشي ورا كلام اتنين نسوان بيكبروا بخاطر بعض. وحل الله في قلبك. قصدي يا ست عاطف، يعني انت طول عمرك قلبك كبير ومليان رحمه وبيساعد الناس كلها. عارفه قطاطة دي غلبانه، ما يخرجش منظرها اللي عامل زي الدباب دي، غلبانه قوي ومظلومه قوي، هتبقى انت والزمن عليها. عيب عليك عيب عليك، ده انت في السجن ياما ورد عليك اشكال والوان، والكلام مش بفلوس، ده ببلاش. ما انا عشان كده مصدقها لغوتها وكلامها غير كذب كل النسوان اللي عندنا في السجن. طب انا سمعتها وهي بتقول ان هي لما تخرج من السجن هتجيب حق الناس الغلابه من الفعل الحقيقي، والناس الغلابه دول اتضحك عليهم ما كانش ليهم ذنب عشان هم غلابه، وعلى ايه شرط؟ ما كانتش عارفه ان في حد سامعها. حط نفسك مكاني، كنت هتقولي لها ايه؟ اقول ايه؟ اقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بقول لك ايه يا بكير، انا يا اخويا ما يهمنيش في الليله دي الا لميس. عشان لميس دي اللي سبت عبد الله ابني ابن بطني تربيه الايام والليالي ويربي نفسه بنفسه عشان خاطرها، عشان امها الله يرحمها موصياني عليها وهي في النفس الاخير، عشان تيجي بقى الست قطاطة ها وتمس دفر لميس. ياه برضه
الايام هتثبت لك انا بقول الكلام المطلوب. الله العظيم عواطف. ايه وايدي دي بعيد عنك وعن السامعين. لحمه فلتو لحمه وربنا لحمه هوبا هوبا هوبا. تعالي تعالي خلاص مش قادر اتنفس يا قطاطه. ما انت من هذا مش كيفك. هو انا كده اكلت كام رغيف؟ انت هتقولي على نفسك من ايه يا ميس؟ من هذا مش كيفك حبيبتي. انت دلوقتي تقريبا في الرغيف التاسع. التاسع؟ ايوه. يا لهوي ده مش قادر ابطل. يا اخي يا حلوه من هنا مش كيفك. يا اخي يبطل يبطل يا حلو. يا اخي حلو يبطل يا حلو. يا اخي حلو يبطل يا كلمه يا خدامه يا جزمه. ليه كده يا قطاطه؟ لسانك متبري منك. ده انا عامله لك بقى هنا اكله هتاكلي صوابعك وراها. فضلت خيرك بقى الفسيخ مع الرنجه ومعهم بصل وكوبايه زبادي صغننه كده وحته قشطه كده وشويه عسل ابيض. طب انت يعني ايه بقى الجديد اللي انت جبتيه اللي نسيتي ايه؟ الجديد ايه ده؟ انا عامله تحبيشه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر ومن شر حاسد اذا حسد. خلاص يا خلاص يا اختي انت هتعبيني يا عمره. عارفه ماشي. انا نسيت احط فيها حاجه واحده بس. قولي. ميت نار تهري كبدك وبدنك. يا بس بتسم في جدك ازاي؟ بتقول عادي ان هو طويل. والله يا امي ما عملت لها حاجه الوليده القرشانه دي ام وشين الفتانه. طب يلا بيئة. انا هنا سيده القصر. قصرك القصر رقبتك على صدرك الماشي يا قطاطه. مغيظينك دول يا بنت اللي عم عندكيش حاجه غير استفنديتين. اه ماشي يا قطاطه. ألف هنا وسبع يا حبيبتي. كل دي انت كاتبه دي سيبك منها. خلاص مشيت. دي حرامية بتسرق خواتم بالليل دي. خلاص مشيت. طب انت خلي بالك يا بوسي 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 لي ازاي يا بنت الأدب؟ مشيت. ودي عم تضربني بوسي؟ خلاص مشيت يا قطاطة. مشيت. مشيت مين؟ خلاص مشيت مشيت خلاص. بقول لك إيه يا قطاطة؟ يا أزمة. هو الليمبي شكله كده كان بيحب الفسيخ صح؟ يا حبيبي يا ليمبي يا لهوي على الليمبي مش ليمبي قلبي بيتقطع. تعالى اهو ايوه تعالى خد فسيخة من تيتا. ما يبص يبص راس الفسيخة ايه؟ خد يا ليمبي ليمبي هنودة. انت نمتي؟ هنودة اعطيني كوبلة. ليمبي نحن في ورطة. يا بنتي يا ورطة ايه ورطة ايه؟ احنا اعطيني كوبلة. ده يا عفريت ولا ايه؟ سيد زيتون. يا هريسة. خادمك المطيع. شفت بقى خدام عنده؟ اعطيني الصوت. منقون في الزيت والفلفل الحار. جسوس، شفت جسوس. سأظل أدري. ما خطبك؟ لما اضربك بعد لماذا تصرخ؟ انا كده كده هتضرب فتحسوا يا سيد زيتون. ساجعلكم عبرة لباقي العبيد. ليمبي اخذني يا ليمبي. اخذني يا ليمبي يا ست. ما انا لازق جنبك اهو في الشجره. بعدين بقى يا جماعه حد كلم لنا مامور اسم قريش ولا حاجه. اتريد الماء يا ليمبي؟ ابو الواجب. وانا أبو أمك. طب اسأل هذه الفتاة. اسأل هذه الفتاة. اسأل يلا. سهم يا لمبي. أيوة أنا. اسأل. يا عمي تعبت تسفل بالنخلة وتهيبنا احنا ليه طيب كده؟ الله. أغثني يا لمبي. أغثك. أنت اللي كنت ممكن تغثينا. إيه يعني ما كان حيطلب قبلة. قبلة وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يا نفسي اللي هو عايزه. ما قلت لك مش هعرف اعمل حاجه. انت هتقعد تندهيني من بطنك؟ انا لم اقل شيئا. الاصوات قادمه من بعيد. الاصوات قادمه من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافف انتم في حنايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبه ولن ينقذنا منها الا الليمبي. اجل ولن ينقذنا الا هذا الشاعر العظيم. ايوه انا هو بنشعر في قصايد بينا يعني محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حمايه بعوضه.
هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسن أنت شوية بقى يا حاج زيتون، وحتى لو حللي وثاقي أنا ما روحش أغرب نفسي أنا وروح أتخني في منطقة غير منطقتي، أروح أتضرب بين الجبلين ليه؟ ما أنا واقف هنا أهو بتذل باحترامي. أنت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ أجل، فأنت خير رجال. أزابت إني أشعر بالغير عليك يا لمبي. إنه النساء الميصات، أعطني قبلة. لمبي، لا يوجد أمامك خيار آخر يا زيدون، إما أن تحل وثاقة أو سنقاطع تجارتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل؟ حل وثاقة. لقد حطك في منزك. إذن قضي الأمر، حل وثاقة. هذا يا جسوس يا جسوس، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. أيوة. لكني رجل ضعيف وفقير أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. أنا إيه بنت هو أنت عم تعدي هي هتعود تبوديها كل شوية؟ أنا جنبك أهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. ونروح أشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي الميه ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبيت، وهو ما سعاش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب ان تذهب له حيث ينصب في خيخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ينفخ في خده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن شروط. سحقا سحقا، أصبح للعبد شروط. ها، الشرط الأول أشرب مية. أسقيه يا سيد زيدون. لقد قال لك العفريت أسقيه، هذا العفريت الساحر. هات الماء. لبي أغثني. بس 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 إيه ده؟ جملة منيلة اللي حفظها. هل من طلبات أخرى؟ أشل، أنا عايز أريد أن يعتقنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شدي، والأول كنت تمشي بجانب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة أو تكذب؟ حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعتق هريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط، مزرعة في بط في أغوار الصحراء جوا. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة، هو أنت لما بتشوف خليط اللي جابه أمي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل، فأنت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟ ها ايه السحره دي كلها؟ ها ده الواحد لو خد له هنا بتاع قراتين ثلاثه كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنه كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملاليم. والله واحتمال تتعمل كيمباوند، تعمل فيها كيمباوند. ما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول؟ شمال يا نضار، يا قطاع، يا قطاع، شمالك ايها الاشوح، شمالك ايها الاشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب إلى هذا المكان الموحش؟ يا حج أرجوك
أرجوك هتوصل إليك، أنا جاي في على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وأرض، فقول لي بقى بالراحة كده عشان قدر أنت كمان نفس داخل ويعلم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لأ، قولي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قول لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لا بصراحة بصراحة بان عليك إن الخربشة والحركات أوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد، طب وانت بتشتغل إيه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. إيه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم أحياء لأنهم عار علينا. السلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركة يا حاج، كلك بركة. مش عارف أقولك إيه، إن شاء الله كده بإذن الله ربنا يكرمني وخلف كتكوتة صغيرة آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك، أنا أروح كيف هناك عند الجبلين كيف فاينة. إنك تأذي يا رجل وتثرثر. يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا مخلصين على الثراثير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قولي أنا أذهب هناك، أذهب هناك بين الجبلين كيفك؟ ما دمت مصر أيوة سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل ثم يمينا ثم يسارا ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل، وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت بابا مصر ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة. الله يبارك. لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عمه عمه مصيبة يا عمه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبيو؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا للانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. خفضتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة. وألمباه وألمباه قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. وهنودة زعلت على اللمبي قوي. وده مين ده بقى اللي رشف وقعد بالرملة؟ ده اللمبي. ايه ده؟ اللمبي لما كان رايح عند الرمال المتحركة اكيد حصله كده. وانت رسمة اللمبي حمار؟ حمار؟ مبدئيا ده حصان. مخت حصان ولا حمارة والاتنين بديل؟ يا قطاطة حرام عليكي، حرام عليكي، فهميني بليز، خلاص هتموتيني. ده الليمبي اهو، اللي تحت ده الليمبي وده الحصان، فهمتي؟
إذا مولين من اللي فوق الحصان؟ ما أنا بفكر الحصان عنه قتل، مش كده؟ طب هو راسه ده في الرملة؟ بتخيل بتخيل يا قطاطة، ده تخيل تخيل. أيوة أيوة أيوة، زي حسين فهمي لما اللي منعه. أيوة أهو زي حسين فهمي بالظبط. أنا عبيطة؟ أنا عارفة كل حاجة طبعا. طب وين بقى اللمبي؟ هو اللي بدع الحصان ولا الحصان هو اللي بدع اللمبي؟ حرام عليك يا قطاطة. تاني 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 هتقولي لي حد بلع حد؟ والله ما فيش حد بلع حد. حرام عليك حرام عليك يا قطاطة. عصبتيني خلاص، خلقي بيضيق. خنقتيني، خلقي بيضيق. خلاص 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 ايه دي؟ طب خلاص خلقي بيضيق. بيتي في قلب يوسع. هو ايه اللي بيته في قلب؟ خلقك. ابيت خلقي في قلب عشان يوسع؟ تقصدي ان انا خلقي جزمة؟ انا جزمة يا قطاطة؟ انا جزمة يا قطاطة؟ اوو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 و
مبسوطة هتشليني وتقولي مبسوطة؟ بس هو في أحلى من كده يا بنتي إنك تبقي سعيدة؟ طاطا نفسي أدخل جوه دماغي دي أعرف بتفكري إزاي، نفسي. طب عينيها الجزمة عشان لسه ماسحة. لا بجد نفسي أفتح دماغك دي وأدخل أشوف بتفكري إزاي. أنت هتشوفي العجب. أبو النبي هتشوفي العجب. أول ما تخشي كده تلاقي هم وعلى اليمين فسحة وفي كنبة وترابيزة ومنبية وفي بقى حصيرة بقى وز وبط. وز وبط؟ أسمع كل ده في دماغك؟ مأجرها مفروش ولا إيه يا قطاطة؟ طب بقولك إيه؟ هو عمل إيه لما راح عند الأشرم؟ مين ده؟ الليمبي. أيوه الليمبي يا حبيبي الليمبي. الليمبي هريس ودي نحمل ايه؟ الراجل ده الراجل اللي قاعد في اول خيمه ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ ايه المطوه فين؟ المطوه تخيل تخيل امي فين المطوه ايه؟ ياه لندي بالرجال في قبيله مستنياك عشان عليك اروح يا خيمه ما جابتش الراجل وتخيب يا في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده تعال اعمل حاجه طول اصر الرجل من اي قبيلة اتيت؟ انت منين يا؟ انت من كفار الرحاب ولا مدلش علينا؟ اصحى يا! كيف تجرؤ ايها الرجل ان تفعل ما فعلته بالاشرم؟ عشان افرجك ان الاشرم في الاشرم منه، وانا جاي النهارده بوكس انا هشرم امك النهارده. لن تنجو بفعلتك هذه ابدا. يا بطل صياعه يا بقى يا بطل صياعه تعمل لي فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي؟ جالك اللمبي. اللمب اللي ينزل الوجار ولا تنتفله نار وامك في العش ولا طار يا انت مجنون انا لا افهم ما تقول اقول لك انني قبلتك عليك الان وانت الان عبد لي ومن حقي انني اقبلك من روحك لا 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 انا لست امرأة وهذا كل ما املك ارجوك صدقني سيعياد عليا يا سيعياد بص انا هاخد بعدي ها واجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك وطبعا دول انت عارفهم لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو واولاده هم يا جمل هتفهم؟ لا 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 الا كفار قريش الا كفار قريش انهم اشرار ما انت كمان اشر من الشريرين يا لا لا انا لست شريرا ما هي الا سمعه انا رجل صالح
صالح حشد الزبيبة لحسن بس ده نعمية أنها مش عارف أشوف من الزبيبة واتقوا الله أكبر عليك. هما كلمتين ورد غطاهم هقولهم لك في ودنك. ممكن تقترب؟ أريد. تعال تعال. انتظر لحظة لحظة واحدة. أبويا لا تسلمني إلى أهل قريش إنهم أشرار. ارحمني أرجوك. تعال هنا تعال تعال أرجوك تعال أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك بس هعد لحد واحد لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على اساس ان انا اقول لهم ان انا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل هذا خاتم. تفضل تفضل يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد اثنين ثلاثه اجري جري. تفضل يلا. تفضل يلا. تفضل انت لسه هنا؟ اجري انا اجري ساذهب ولن اعود الى يا مرض أخرى. المياتر والعطشان وطفي نار القربة. ما أجمل الفحش والفجر. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله. الصدر صدر فهد والقلب قلب أسد والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه إنه رجل. إيه عمو الله كنت فين الكبيرة دي كلها لما حدفتونا عند الأشرم هناك ككبش في ده يعني إيه فاكرني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون إيه بقى وكلام فاضي؟ ده أنت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا إن أنا أروح هناك وأموت الأشرم ده؟ وأدي الخاتم بتاعه دليل إن أنا قتلته؟ مرحى مرحى. الأشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي. طب لك. خيتني أشد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا رب عذبه جامد عشان خاطر ما قالش مكان الكنز فين. يا رب لو ما عرفش الكنز. يا ست الكل مش نقبض احنا بقى عشان نخلع ونشوف اللي ورانا. ما تصبر يا اخويا انت وهو مش صاربعين على ايه. الراجل ابوه مات هيترحم عليه ويدعي له ويديكوا حسابكم. بس ده طول قوي كل ده بيقرا الفاتحه. طب استنوا هنا يا رب تتعذب لو ما قتل الكنز مكانه مش يا لمبي.
ايه يا بت؟ ايه يا بت في ايه؟ انا فزعتني ان قلت في جثه قفشتني تحت. يقطعني، عايزك تراضي رجاله. بس كده؟ انا شكلي رجاله قوي. انا شكلين قوي، شكلين قوي. خلاص كده مرضيين هم؟ مرضيين ايه يا لمبي؟ اديهم فلوسهم. الله فلوسهم، انا مش فاهم اثنين ميتين زيكم هيعملوا ايه بالفلوس. يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي بقوله ده؟ انتوا جايين هنا ليه اصلا؟ جايين عشان نتحاسب. تتحاسبوا؟ طب وانا منعكم بحاجه، ما تنزلوا التربه ينزلوا تتحاسبوا. جاي ايه يا لمبي؟ ما تديهم اجره دفن ابوك. انا جاي بنت، انت بتتجنن كده ليه؟ عشان تبع ابوك ولا ايه؟ ما تديهم فلوسهم. هديهم نيله فلوسهم خلاص. لا حاضر، معاك فكت، معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه؟ انا معايا فكت 10 جنيه. 10 جنيه على بعضتها. وريني كده. ادي ال 10 جنيه، وانت معاك كمان فلوس؟ انا معايا 5 جنيه. 5 جنيه بقى انت دافع 10 وهو 10، ماشي؟ استنى نحط ايدينا، ده احنا لين بياكل حق حد. ده هي خلاص يعني؟ عبيط انا؟ اتفضل يا عم 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لمبي؟ بس لما ماشي يا عم، انا خد يا عم ده 5 كمان اهو كده. مرضيين وصباح الفل ولا ايه؟ مرضيين وتمام وزي الفل. لا الفل ما كنتش حق حد. يلا بالسلامه، كملوا بقيه حساب انت. يلا الف سلامه. ميتين من الاخره جايين هيضحكوا على لمبي وانا عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا. يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو، لو قعدنا هنا اللي هنموت. وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدود جدود جدوده، اما كلهم كانوا بقوا خدامين. ايه الكلام ده يا لمبي؟ مش متعوده عليك تقول كلام يائس وجواه غامق. لا لا يا بسبوسه، مش كلام، انا اللي يائس وغامق من جوه. الويقع، الويقع هو اللي غامق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوت كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوت للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك؟ يا بنت بتكلم نفسي بقى، انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبي؟ يا بنت الخيال ده عيشيه معايا بدل ما انت واقفه في الضلمه كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في القدس؟ هنعمل ايه في ايه؟ في القدس. في القدس؟ اه. هنعمل ايه في القدس؟ بالذمه يعني دي خلقه يعني ولا بق يتقال الكلمه دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ انت بتتجنن فيا يا بنت ولا ايه؟ ايه يا لمبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بنت اوديك بالدماغ كمان يا بنت، بين نفسك واحسن بدار ايدك اكسر لك في سنانك. راشي سخن ودمه فاير. لما الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجاله؟ ما تجيبي بوسه بقى. بس يا لمبي في ميتين. يا بنت تجيبي بوسه في القبور دي كده. يا لمبي. تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي، تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. تعالى. بس خلي بالك وانت نازله. تعالى بس انت اللي خلي بالك. انت ايه يا لمبي بالراحه؟ ما تخبي، ما تنزل بقى هنزلي. هتنزل؟ ايوه يا بنت نازله. طبعا انت واخده على الحكايه دي، ابوك سفير الاموات. يا بنت بالراحه، انت محسنين داخله بيتكم. بسرعه شويه يا لم. الله. تصدق يا لمبي تربه ابوك شرحه. شرحه؟ تصدق فعلا شرحه؟ اخدها لك سكن جديد؟ يا بنت ده مدفن. مدعي من ايه؟ ايه ايه؟ انت جاي تتفهمني ولا ايه؟ جاي يا لمبي، انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. لا لو خايف تقولي من دلوقتي، مش اللمبي يا بنت اللي اتهدت ولا اي حاجه، ده انا اتبحك انا واتفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسله؟ ايه؟ انك واد حمله. امال ايه؟ امال ايه الحمله؟ ده انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمله. الله. الله في حاجه، احنا بنجري من ايه؟ يه. ابوك يا لمبي. اه ابويا. يلا خش. اه ايه؟ طب بص، عشان خاطر لنا يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجه على بعضنا، صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بيننا وبين بعض كده، وفي عيال وفي خلفة، فلازم ابقى صادق معاكي. قول يا راجلي. نخاف قوي. يه يلا خش يا لمبي، اللي خايف ومش خايف؟ نصيبة دي، يلا تعالى. ده ايه اللي انت دي؟ الله. شفت اعمل ايه؟ اه ابويا رافع رجليه ناحيه الكنز. كنز؟ انا بالحته دي. بس احنا احنا كده يا قصر بالذات. جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش في الامال وبدماغي بقى. في جديد؟ ايه رايك بقى؟ شو
شديد. هلو دي، تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا خش خش. فين؟ هو ضلمة ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لب؟ زي بنت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش. خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو، واضح ان احنا حاسين ان تعيس. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا يا بتبوس. نسلم نفسنا؟ انت مش معاك المفتاح؟ مفتاح ايه؟ مفتاح الكنز. يلا بسرعة جايين. مفتاح الكنز. انا عم اغنيك المصحف، انا مش هستغنى عنك طول حياتي. دخل في القار بتاع قشطه، دخل في بيت القار بتاع الحقني يا لبي. يا حبيبتي مظبوطة. الحقني يا لبي، يا لبي الحقني. بيجري لبي ولا يجري وماسك البيت المظبوطة في ايديه، والديان عم بيجروا وراه وهم جدو. هي ايه يا حبيبتي؟ قطاطا نامت فجأة وهي بتحكي الحدوتة، ده عادي يعني؟ قطاطا، قطاطا، انت جاي تعمل في شغل ولا ايه؟ يا قطاطا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شفت حبايبي كلهم، كل الأموات، وبيسلموا عليك يا عباس ومستنيينك. انت بتفولي في وشي ولا ايه وليا انت؟ لا والنبي يا حبيبي، ده هم طايرين كده. الله يسلمك على عباس. خلاص انا مش عارف انا جالي هبوط فجأة دي. طيب اجيب لك شوكليت كيك؟ اطلب لك شوكليت كيك؟ ده حلو ولا حلو ولا استحلام؟ حلو طبعا يا قطاطة. مش استحلام؟ لا استحلام، بس انا عايز املى معدة كتير. لا حلو، اخد اهو. ماشي اطلب لها شوكليت كيك يا جدو. اتنين. جبت شكر كين منين دلوقتي يا حبيبتي؟ لا من ايه ده، وانا عايز تكون كل شكر الشيك اللي قلت عليه. اوعدك الصبح اول ما يفتحوا هجيب لك شكر سكيك. خلاص بقلب تباكم في الشهر. حلوة؟ ماشي صح. جدو صحي مامي تعملها في شهر. مامي انت مش وانت بمرأة تعجيني. خلاص ماما نايمة يا حبيبتي، هتصحى من السابع نومة دلوقتي تعمل في شهر. طب اقولك هاتلي دوم دوم وفوزو ودور عويجة وسوداني وجيب وموز. وبعدين معاكي بقى بدل ما طلع زرابيني عليكي وانت فاهمة. مرتني كده طلع زرابيزة واحدة؟ بصي بيكلمني ازاي؟ معلش يا قطاطة، في ايه يا جدو انت بتعصب عليها كده ليه؟ ما انت مش عارفة كده ليه حاطط الدايرة من الرياضة. خلاص معلش ما تزعليش يا قطاطة. قطاطة لا ممكن تقولي لي بقى بسبوسة عملت ايه؟ بسبوسة مين؟ حبيبة الليمبي. الليمبي حبيبي يا ليمبي. يا ليمبي الحقني الحقني يا ليمبي يا حبيبتي بسبوسة. هذا هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء. يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جد هريسه دوت صاحب محاجر هنا، والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، افتح يا سمسم. حسنسم ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا، والا قتلتك. ده بنمثله فن هنا اكيد. فجر الاسلام، فجر الاسلام بتصوره. فجر الاسلام النبي عن النجم. عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه يا عم، انا بقولك انا عايز اتصور معاك، بقولك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك؟ ملك ايه يا عم؟ انت واخده مفروش. كيف تشرب؟ كفر.
كيف تجرؤ أن تتحدث مع عبدي دون إذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ إذن من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج؟ أنت اندمجت في الدرعة وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ فين مندمج قوي ومحروق؟ أنا بسأله كلمتين. أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت! إيه ده؟ أنت قتلته بجد ولا إيه؟ يا نهار أسود ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخسارة، كان عبدا رائعا، الآن سوف أذهب إلى السوق كي أشتري عبدا جديدا. هي فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ فين الكاميرا؟ كاميرات فين؟ خسرت يا مخنث! لا بقولك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج! وهيحصل معاك الصحيه كده يا عم الحاج! خلي بالك اللي حصل لنا بقى! بص اوعى 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 في الارض يا! اوعى! ارجع يا ابني بقى! وانت على جبالك كده وروح مزوعك وروح مع بعضك كده! ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنا خلاص لك ضعفت عينك. عفوت عني لك ضعفت عينك. أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى فين؟ قول يا الله يخرب بيتك، الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين اللبس ده بانه هيعمل لي مشكله بروبلم. ودى ودى انت ودى 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 يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. مع السلامه عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهة لفين؟ ها؟ العشوائيات دي متجهة لفين؟ أنا عايز أروح مصر. أنا لا أفهم شيئاً مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية؟ ما عنديش عربية أنا. أنا بقولك عايز 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 أروح، عايز أتكلم بالعربي يعني؟ نعم؟ لقد سمعتك تهلفت بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب ام حسن ولا ايه؟ انا لا افهم شيئا، سواء تحدثت بالعربيه او بالاعجميه، فعلى كل حال هذه هي قافلتي. سوف تتجه الى مصر، وهي اخر قافله هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين او ثلاثه اشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثه اشهر ليه؟ والجمل ده كان سيسي سيسي؟ لا افهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال، يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل هذه حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت، عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحك ثاني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير. وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا هنا جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. ايه دي؟ نعم دي بتاعت انا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل انتظر ارجوك. ايه ينقصني فرد واحد لكي اتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، يا عم الحاج معانا واحد مصر، الجمل فاضي جوه. لا انا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجة. ابو غلات ست امي.
هندو، إن حالنا يزداد سوءا يوما تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئا عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمه، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكساءك، وإنه من المحتمل جداً، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عماه، لن أرضى أن أصبح أمة. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزادن اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هندو، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هندو. لا، لا. أنت صباحاً يا هذا. يا عم عمت ولا ما عمتش، أنا نفسي ألاقي نقطة مية، أنا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب، من أين أتيت؟ لقد أتيت مشي من الحجاز. أتيت مشي من الحجاز. يجب أن تأكل يا هذا. يا عم إنك تهذي. يا سيدي أنا لا أفهم كلام أمك، أنا أريد أن ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على ايش؟ انها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر ايه يعني، بواريك وقصص وكده ولا ايه؟ يا عم انت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحتلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، ولا يا عم انت بتعرفوا على ايه؟ عمال يا هفلط باي كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبس، ده نفضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد ان سمعتموني ايها السادة، الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللندي. مرة أخرى؟ اللندي، اللندي. والآن سوف تستمعون للمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا أشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سقفة للحبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله،
كتير حذرتك، كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك منعاه بلاش الحاح، ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص ده شفت بقى سيد الشاعر العظيم تعيان ولا ايه؟ من اين اتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فبروح كاتب المشعره. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ اكيد طبعا. هل رونيك شعر المسلزيك؟ عذرا اوعى تقول نسيت اسمي، هبص على ترتيبك وشك. لا قد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس انه ملبس حر اكتبه، البسته عندما اكتب الشعر. اذا يا قوم انني اعلن لكم ان الفائز بجائزه الشعر، معذره الاسم مره اخرى، فان الليمبي، ولو نسيته انا هعلم عليك. هو الليمبي وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 هذا 1000 دينار، ده دينار من الكويت ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، يوجد هنا مصرف صرافة. وما هي الصرافة؟ هو الشنش العملات، مكتب صرافة زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مأسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 مرحبا. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العلاني ده ولا إيه؟ إيه يا عم استوب موشن شوية. أنت إيه؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيالهم؟ ولكنك اذا لعبتني ها انا همرمى بك الارض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج. المخرج فين بقى؟ وشفت المخرج؟ واخد المخرج ايه ده احمد مرعي ده ولا احمد مرعي؟ لا اظنك تستطيع ان تبارزه يا عم. بارزك حتى كمان بالسلحنيك الصغنطة ده. يا كاميرات فين يا ده؟ هتشوفني دلوقتي المخرج؟ هتشوفني؟ خذ هذا. ماشي، قضيت على نفسك ايها المسكين. ابو قولوا لي الخيمه بتاعت المخرج فين؟ يلا اهو يلا. لهجتك غريبه ولكني صعقت لك. ليه وعامل خدعه؟ شوف بص بقى، شفت بس العقد الميزة بيبقى انتاج مكلف، شركة فرنسوية هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم ساموت. احسنت يا رجل، مع السلامة. مرحبا يا فندم.
الخيمه. ايوه الخيمه، الخيمه بتاعت ال مرحبا. بقول لك ايه، فين بقى الخيمه بتاعت المخرج الاستاذ عباس اللي قاعد فين؟ اللي هي الخيمه اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. ايه؟ فين؟ انتوا ميتين ولا ايه؟ تقدمي يا فتاه، جاريه من بلاد الشام تجيد الكلام وعزف الانغام وتفسير الاعلام وتزهد الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بيعت تلك الجارية القبيحة ب200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. هيا لنا دينار. وده سوق الجمعة، دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ ده الفيلم. بس انا حضرت تصوير الفيلم في الـ في الـ في, الـ في الجبل مع ال. اقترب اقترب، صناعة الشام. اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. امتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك ابيض ان شاء الله. ها، ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد ام سروالا ام ماذا؟ لا انا عايز يعني حتة جلابية كده، جلابية كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها؟ ما رايك في هذا؟ هذا؟ ها؟ انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد الراجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه، من كان؟ مانيكان. ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختلص الشخصيه، يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده. واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل. وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه فاخره. بدور على الكاميرا. بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها ب10 دنانير فقط. يا عم 10 درنين ليه؟ ده موجود في أي حتة ب2.5. انزل على السوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب، هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار كثيره. ويحك، من هذا طلعت حرب؟ يا دي يخرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي. بس انا هشتغل معاك برضه. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب. برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس. ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا. أيوه. سوف ابيعك اياها ب5 دنانير فقط. حلو قوي حلو قوي، ماشي، انني كوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامة ايضا هدية مني له. حفظتك الآلهة. حفظتك محافظة الهدية؟ ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله عليك. أيوه. من اين تلك الملابس؟ ما ديش نسيت اللي انا بقولك عليها. ده من عندي مول طلعت حرب. انه جيد جدا. هبدوه لك. وتلك القلاده من طلعت حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوضه. سعيد قطعوضه ده بقى خد من عنده بقى ايه؟ احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعوا له؟ من قطع له؟ اريد ان البس. انتظر
قلت يا عم بالراحة يا عم عادي. ما هو عبدي عبدي ما تندمكش ابو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وانت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفة دي. النجوم بتتغير خلي بالك. انا هو اسود وانا ابيض يا عم، مش بالسواد ولا بالبتاع ولا ما ممكن. ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجوميه. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكمبيرس بالذات. هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد بكل تاكيد. تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيد اهي معايا، بس اقيس الاول. مش يمكن تطلع ميكس مارش ولا حاجه ولا اميديان في الخلف؟ ما اقترب يا سيد اقترب. صناعة الشام. ايوه هنعمل بقى دي كده. ايوه انزل. ايوه اطلع تاني. بس وشك حلو قوي يا ابو المصحف انت ده، والله ربنا هيكرمك. والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك. او المصحف خلي بالك انت، بس اهتم بوشك. وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو. او المصحف ده ما تخافش كروز. خرج خليها تشوف الناس وتختلط بيهم. اقول لك خدها معاك وانت نازل الشغل. شغل؟ خدها معاك السجن؟ وهي اصلا فين يا حصله؟ ما هي في سجن. خدها خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم زياره. قالوا مفيش حد هياخد باله انها تبعك وهي تبقى واحده من ضمن الزوار في الهيصه يعني. تفتكر اعمل كده؟ ده انت تعمل كده وفورا كمان. وبعدين انا مش ساكت. انا استشرت بروفيسور ماير كبير مشهود له بالعبقرية في كل الاوساط العلمية الحمد لله، وخصوصا الحالات النفسية النادرة اللي زي حالة لميس. بعد ما اطلع على كل التقارير عرض وجهة نظر. حلو. قال ايه بقى؟ اللي قلته لك. املى دماغها حكايات وناس وحواديت. ما تخليش فيه مكان لذكرى حادثة والدها ومامتها اللي عرضتها للوحدة والانطواء وحرمتها انها تعيش الحياة الطبيعية وخلتها تعاني من صراع شرس بين عقلها الباطن وعقلها الظاهر. انت مش هتبطل تطلع عقدك دي عليا؟ ما تكلمني كلام افهمه واسمعيه. حاضر يا عبس، انا هستعوض ربنا في دقيقتين من عمري علشان انزل لمستواك الفكري واللغوي عشان ابسط المساله للقلقاسه اللي في دماغك. ما تتلم بقى. شوف يا عباس، لميس رافضه تصدق ان باباها ومامتها ماتوا. وبتحاول بكل قوه انها تعيش اللحظه اللي قبل وفاتهم، فبتتعامل مع كل اللي حواليها على انهم عايشين وبيكلموها وبيوجهوها. يعني ده ببساطه هي عارفه بعقلها الظاهر انهم ماتوا، وفي نفس الوقت متاكده بعقلها الباطن انهم عايشين. احنا بقى عاوزين ايه يا عبس؟ مش عارف. عايزين عقلها الظاهر يسيطر على عقلها الباطن ويبقوا الاتنين متوافقين. نعمل ايه بقى؟ نعيشها في زمن تالت، زمن بعيدا عن عقلها الباطن وعقلها الظاهر. نعيشها في واقع لذيذ سحري، نحكي لها حكايات، نفرجها على افلام كرتون، المهم انها تستجيب. وبعدين انا ما عدتش عارف اتصرف. بنت كده بتروح مني. خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم الزياره. هي فرصه، ده يوم الزياره بكره. خليني ماشي ورا كلامك يا اسماعيل اما اشوف اخرتها ايه. جدو، هو انت مش قلت لي قبل كده ان السجن ده مليان ناس مش كويسه ومجرمين؟ طيب انا اخاف اروح معاك بصراحه. شايب تخافي وانت رايح مع جدو عباس الناري؟ عبيطه ولا ايه؟ جدو، هو انت عايز مني انت والدكتور اسماعيل بتاعك ده؟ انت عارفه رايي في الدكتور اسماعيل.
ده حمار ولا دكتور. انا ده حاجه كده جت في دماغي عايز اعملها. يعني انت مش كنت عنده دلوقتي؟ كنت بخيبه. اه كنت عندي، بس انا قعدت افكر. حبيبتي انا عايزك تخرجي كده وتشوفي ناس غير الناس. طيب تفتكر ماما توافق ان انا اجي معاك السجن؟ اه طبعا انا هكلمها وخليها توافق. وبعدين ده انا ابوها لازم توافق طبعا. ماشي قول لها، ولو وافقت ساعتها ممكن اجي معاك. اتفقنا. تصبح على خير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ قلت لك 100 مره ما حدش يدخل اوضتي. ماشي بس الاوضه معفنه، معلش يا امي برتبها. ومين قالك ان انا عايزاها مترتبه؟ انا بحبها كده معفنه، بحبها مزبله. انا حره اطلعي برا. ماشي يا امي حاضر. برا حاضر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ عواطف! ايه يما؟ ايه ده؟ عفانه اعملها روح في ثانيه. حاضر في ثانيه الاقيها نظيفه. عينيا يما. فين بابي ومامي ما شفتهمش النهارده ليه؟ هتشوفيهم. حاضر جايين. ربنا يرحمهم. سمعك مزيكا هتعجبك جدا. شوفي حلو. ليه كده؟ دكتور دكتور يا دكتور اسماعيل. ايه ولميس فين؟ الله، هو انت كل شويه تقعد تقول لي لميس فين لميس فين؟ ما هي قدام عينيك اهي، هتروح فين اهي؟ خلاص 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 شفتها، شايف السعاده اللي في عينيها، شايف التغييرات اللي بتحصل لها. عشان ما تبقاش تقوحني تاني وتعمل اي حاجه اقول لك عليها. سامع؟ لازم تفهم انك بره الميري ابيض يا ورد. مضطر اوافق ان انت دكتور مؤقت لغايه ما اشوف ايه اللي هيحصل مع لميس. برضه مفيش فايده. ارد عليك اقول لك ايه؟ جاهل. انت عارف ان انا ممكن احبسك هنا ما اخرجكش خالص. عارف. اخرس خالص. حاضر. معقول يا خالي؟ انا هون طعلمي قوي كده للدرجه دي؟ ده حتى ما جاش في دماغها تيجي تزورني. ده انا بنتها الوحيده. معلش يا بنتي، امك مش في دماغها غير العريس وبس. وعلى فكره هي مش مصدقه انها هياخد اللي وراها واللي قدامها ويفلسعها. عارفه يا خالي عارفه. زادت معرفه، ربنا يفك ديتك يا بنتي وهانت ليكي ان شاء الله. قطع لسان اللي يجيب سيرتي بكلمه. يا سلام، لو انا يا اختي كنت دخلت السجن في قضيه مخلله للشرف ولا ايه؟ طيب كلها كام سنه كده وخرج لهم، واقطع لسان اي واحده من النسوان الفاضيه دول. هما نسوا انا مين؟ ده انا قاضيه يا حبيبتي، قاضيه والاجر على الله. قولي يا واد، قولي يا بنت. وبعدين حصل ايه؟ قولي. انا مش عارفه مال الدنيا بقت وحشه كده ليه؟ ومالها بقت مليانه ناس ولاد حرام ومفتريه. يا
بنت استعواد ربنا اللي الحق عنده ما بيضيعش. بقول لك ايه يابا، انا مش ملاك، عليا النعمه، انا يوم ما هطلع من هنا لا لازم اخد حقي تالت ومتلت ان شاء الله بالقتل. ما انا ما عادتش فارقه معايا اي حاجه. ربنا يصبرك ويعوض عليك ويفك ضيقتك. انت قولي ازيك يا بنت؟ كله على الله يا رب. فين أيام اسكندرية وبحر اسكندرية والدورة بتاع اسكندرية والغطس والعوم والبطاطس؟ وانت من اسكندرية يا ستة قطاطة؟ ناري يا بنتي، وانا شفتها قبل كده. مالك يا بنتي ويا بنتي مالك كده؟ مالك صعبان عليا يا ستة قطاطة، الرجل الخسيس اللي اترميت هنا علشانه ما عبرنيش ولا جاي ولا زيارة. يا اختي معلش بقى، نصيب. نصيب ايه؟ ده انا كان نصيبي زي الفل، راجل مقرش طول بعرض وايده فرته، وكان هيعيشني في نعيم. انا اللي اتنمرت ورحت للكلب برجليا. ايوه يا اختي، والكلب ما بياخدش الا كلبه. اخسى عليك يا ست قطاطه، انا كلبه برضو. يا اختي انت تريد اني كلبه؟ على الاقل الكلبه موجوده في قلب البيت واصحابها مني بياكلوها وبيشربوها احسن من البني ادمين. وبعدين يا بنتي يا عبيطه، ده انا بفك معاكي. او انت بفك معاكي ماشي. انت عارف حكايتك دي يا بنت؟ فكرتني بحكايه وانا رجعت السينه. دي حكايتي دي يا ست قطاطه؟ حكايه؟ حكايه الهدم، حكايه اللمبي والنصيب. اللمبي والنصيب؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ ايوه ست قطاط. نعم. ما تيجي كده بدل ما احنا قاعدين كأن انا جايه لك زياره وانت جايه لي زياره وتحكيها لي. طب ولعيني سيجاره. ما تيجي بنت سيجاره، ما تجيبيش ماكينه فين الكبريت. استني. نعم. خدي. نعم. فين؟ اهي. انت مديالي اتنين ليه؟ يا ستي واحده. انت دي واحده؟ ايوه. خدي يلا. طب اخد انهي فيهم؟ خدي دي الخمس. قدام. ايوه. كملي لي بقى. ايوه. وايه الحكايه بقى؟ ادي كده اهو. بيخش على الريع، اللبن بيخش على الريع على طول. يبقى الدين. اديكي خمسه. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان، يا سعد يا اكرام، كان فيه ولد اسمه الليمبي وابوه هريسة بن المهروس. وهريسة بن المهروس ده كان سليف بيستلف، ما كانش مخبي كائن من مكان الا مستلف منه، تقيل وخفيف كويس، والكل كان بيطمعه ويديله. ليه؟ على حس الكنز اللي هيجيله. من مين؟ من مين؟ كنز العيبة، عيلة ابو هريسة المهروس. وبعدين؟ بس يا ستي، ستة قطاطة، ستة قطاطة. أيوة. أنت مين يا بنت؟ أنا إخلاص. أيوة يا إخلاص. أيوة. وبعدين؟ بعدين إيه؟ في الحكاية. حكاية دي يا بنت يا موقوتة. حكاية اللمبي والنصيب. اللمبي يا حبيبي، اللمبي أهو واقف هو على البتاع وهو يطرطش. أول فرحة تمر بقلبي وأنا خايف في الدنيا سعيد، قول لي احكي ولا أخبي ولا أوصف لكل سعيد. افلح وملا الدنيا أنا ليه ولا ولا بنت حناشة تاني. أول مرة أول فرحة. يا عم أفرك بناحية. لا أنت مش قلت لك أقف في يمك دي؟ ايه اللي جابك في ايامك اللي هنا؟ ها؟ انت غوطت لسه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في ايامك الثانيه. حاضر. بعدين انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني. يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين. تروح جاي ايامك الثانيه على طول. صح.
كده ولا ايه؟ يعني بحلق كده؟ اهو انا عارف فين دلوقتي؟ هترمي هنا؟ لا بص شفت بقى انت الغبز يا تخلص يا انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك قصادي كده امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب يلا امسك اهو مش كفايه دول يا لمبي؟ ده مش استرجل يا مش استرجل ايه يعني لما راح لك الصباع؟ ما عندك تسع ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي انت بطلت تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش الم وكل شويه لك حبوله تقول ما اقدرش الم وبقولها برضك اوعى حسك عينك حالك اصبعك يفتح اوعى انت تفكر في حاجه تانية افلح ولد يا اناني الحق يا لمبي الحق يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا انا ايوه لمبي ابوك بيموت ما عملش يد يا ابن الكذاب انت انا بقول لك اهو يا لمبي ابويا بس يا ابويا يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليف بيموت يا رجاله يلا في داهيه ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا يعني ايه يا معلمين هنسيب هريسها كده يفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها احنا نروح كده كلنا برابطة المعلم هضبة ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين الله هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني ده بيموت يا بهيم ها امال هنعمله ايه يا معلم ايه ده يا ابن الله يسترك ايه مفيش غير حل واحد ايه هو إيه ابنه ضناه هو الوحيد اللي هيقر له على مكان الكنز والذهب مين بقى؟ اللمبي مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي يبقى يلا بينا يا رجاله يا معلم الله يخرب بيوتكم على هريسه وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بهايم صح يا معلم وسع ابويا 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 عارف ابويا ابوك بيموت يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا ابوك بيموت يا لمبي انا عارف بيموت يا لمبي لا لا عارف الله لا عارف انا عارف 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 ابوك بيموت يا لمبي انا عارف ابوك بيموت يا عارف 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 يا لمبي يا جدعان ما خلاص بقى ما قلنا خلاص عرفنا ما انا معاه هو بيموت اهو يلا كل واحد يروح لحاله بقى يلا يا حد طلعوا يا عم الله يعني يابا انت عاجبك يابا الفضيحه اللي احنا فيها دي ها هو عايز ايه هو حاضر حاضر اهو هو هو بس انا مش عارف انت كل يومين كده وفضايح في قلب المنطقه وابوك مات وابوك ما ماتش وعامل لي دربكه في قلب المنطقه ليه كده؟ انبوبه 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 طب خلاص اثبت بس انا عايز اقاوم قاوم ونزع وبولع اوعى تموت بولع يابا ها؟ يلا بقى عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبة غاز بتشممني غاز مش احسن ما نصدره انت ولا دي بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني اكسجين حاضر اهو متوتر انا اصل ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه يا ايه يا بابا عد اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر السيرك سر سر الكنز كنز ساعة ولا سخنة مش وقت هزار دلوقتي ايوه ودنك اشمعنى وده وقت تاريخ دلوقتي لا وقت رأس يابا عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلك العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه يا
ولا بدنك بتموت ولا حاجه، كل دي كلها طلع في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص، عندي مصلحه، لو في تاخير قول لي عشان ابقى في قرش جاي سبوبه. اتفضل ادي ودني. قول كان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا مامو جوه عيون لمبي وهو مجي على الباب يقول ابويا ابويا. ست قطعتها ست قطعتها. ايوه انت مين يا بيت؟ انا اخلاص. ايوه معقول يا لميس؟ خططيني عليك، كنت فين؟ ما تخافش عليها يا باشا، ما انا معاها. اخي تنيل. مين الست دي يا جدو؟ تعالي يا حبيبتي انا هقول لك. تعالي نبي البنت دي يا بنت. بنتك؟ بنتي ايه؟ ما تجيني بنتك. مين دي اللي قاعده دي؟ انت عايزه دي ولا دي؟ هي دي اللي قاعده. مين دي قاعده هنا؟ البنت دي بس دي صحفيه يا اختي ولا حاجه؟ ايوه صحفيه. احنا بقينا فرجه. بقول لنا يا اختي عندك حاجه؟ بقينا فرجه ده شوية وحيجيبوا لنا زولاي ولبوا ويرموها علينا واحنا قاعدين. كثيرها ويعمي. لمصي ايه ده؟ سمعينا مزيكا؟ حبيبة قلبي حبيبة قلبي جدو ايه المزيكا الأمراية دي؟ انا اسف يا رامي، ما كانش صح اعمل كده. انا اللي اسف يا ميدو، خد راحتك. انا اللي مشاعري انتصرت على وشي. اصل المسرحيه دي بتقلب عليا المواجع. انا وهو وهي دي قصه حياتي. كنت انا وهو وهي، بقى هو وهي وانا لوحده. مين شوف حاجتين بيأثروا في حياتي وانت عارف، استاذ مليجي وامه بيسحلوا وشه وبيتاكل في الغيطان، نجم بالقدر ده يسحلوا وشه ما نجيبه دوبلير يا اخي، والاستاذه دحيه كاريوكا في فيلم خلي بالك من زوزو لما لفوا حواليها وقعدوا يقولوا لها ادخلي نفسي الاول، وراحت استاذه سعاد حسني دخلت مكانها ورقصت مكانها. بيصعب عليا نفسي قوي. بكره تتعدل يا ابو الروم. ابو الروم عشان حكيت لك مشاعري تقول لي يا ابو الروم؟ وتتعدل منين يعني؟ البدلتين اللي جبتهم ما دفعتش تمن، والراجل اللي عمل لي فورمه في شعري كل ما في الرايحه والجايه يقول لي يا استاذ المحامي ويعمل لي كده. بيلمح ليه؟ بيلمح ليه؟ ده غير اللي حصل معاه في المحكمة، وديك عارف قضاء ومستشارين بجمهور الجلسة كلهم ضدي، حتى المتهمة مش مقتنع ان انا محامي ولا مقتنع انها بريئة. بقيت صيدلي واقف في المحكمة. شفت ظلم اكتر من كده؟ خلاص، ما انت ممكن تعرض عليا ورق القضية وانا اقول لك تعمل ايه بالظبط. اعرض عليك ورق القضية؟ اسكت يا ميجو والنبي، عشان انا كده هتدمر. الرقم اللي مش مسايل. الو الو، الاستاذ رامي المحامي؟ ايوه استاذ رامي المحامي. مين معايا؟ انا عمك صالح. عمي صالح؟ النمره غلط. اصبر عليا يا استاذ رامي، انا عندي معلومات خطيره هتقلب القضيه وهتكشف الفاعل الحقيقي وتبرئ الست قطاطه المسكينه. طب يا عم صالح بيه، انا اسف جدا، معلش كنت بحسبك واحد تاني. لو حضرتك بقى تحدد امتى ممكن نتقابل عشان تديني المعلومات الرهيبه دي. بامر المولى، اول ما اوصل للمعلومات دي هديها لك فورا. ونعم بالله يا عم صالح، يحييك ويحيينا ربنا. اقول لك اقفل في وش يا عم صالح. خير يا ابني؟ اسمعني بس، انا عايز اقول لك اقفل انا في وشك. لا حول ولا قوه الا بالله.
انت بتقول لي يا اسماعيل؟ هو انا اللي بقول؟ انت اللي بتقول. انت مش قلت ان لميس بعد ما رجعت من الزياره وهي دوشاك بكلامها عن قطاطا؟ مش دوشاني وبس، ده زارة كسر اللوائح والقوانين واعمل الزياره كل يوم مش كل اسبوع. بقول لك ايه يا عباس؟ ها؟ ما تجيب الوليه دي عندها. هجيب مين عند مين؟ تجيب قطاطا للميس في البيت. انت اتجننت؟ انت اللي تبقى مجنون لو ما عملتش كده. قطاطا نجحت في اللي احنا فشلنا فيه. لميس بدأت تتشد العالم تاني وناس تانية، يعني لا طب ولا علم قدر يعمل اللي عملته قطاطا. بس انا مستحيل اعمل كده. انت حر، بس مفيش قدامك غير حلين اتنين ملهمش تالت، يا جيب قطاطا للميس يا لميس تروح لقطاطا. ايه الحلين المهببين دول؟ طب لميس تروح لقطاطا تعمل ايه؟ عشان تقعد معاه، انا مش عايز اكتر من كده. يعني اعمل ازاي؟ اقطع لها تذكره مرافق؟ لا، تتحبس معاه. تتحبس مع مين؟ تتحبس معاه لحد ما تخف. والنبي انت اللي على خف. شوف بقى عباس، بصراحه بقى انا قلت لك رايي، ولو جيت لي تاني 100 مره بعد كده هسمعك نفس الكلام، يا تجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. والثابت من التحقيقات وإفادات الضحايا أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول، وأنها تمتلك قدرة عجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي فتفعل ما تأمر به مهما كان. يجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. لا والنبي اقتلها، والنبي عدى بس، والنبي اقتلها، والنبي اقتلها، والنبي جدو 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 جدو. لا 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 ما فيش حاجة يا حبيبتي، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. طب ممكن بقى اتفوق كده وتصحصح عشان نروح السجن؟ نروح فين؟ السجن. لا بلاش بلاش السجن، انت مش عايزين السجن. انا محضر لك حتة مفاجأة، انما ايه بقى؟ مفاجأة مفاجأة مفاجأة.